قلت لكم انا بحب الازهر وبحب شباب الازهر وبحب الناس الشاطرين بتوع الازهر، لان الشاطرين في الازهر شاطرين بحق. يعني اللي يقدر يتميز في ماده من مواد الازهر زي الاحياء مثلا في وسط المواد دي كلها فهو شخص مميز. يعني اليوم سنخرج من حلم لقصور نجاح نبنيها، وشعارنا دوما سيكون آلام الناس نداويها. اليوم سنخرج من حلم لقصور نجاح نبنيها، وشعارنا دوما سيكون آلام الناس نداويها. وسنجمع صفحات اليأس وبأيدي الأمل سنطويها، والكون سيشهد في فخر طب الأسنان ومن فيها. فلذلك باتت أعيننا ويادي الصبر تواسيها، وأقول تحملي كي تصلي لجنان العلم فتحويها. اليوم سنخرج من حلم لقصور نجاح نبنيها، وشعارنا دوما سيكون آلام الناس نداويها. واليوم سألبس من تعبوا تيجان الفخر وأهديها، وسلام الله على أمي لا مدح اليوم يوفيها. وأبي جبل قد ساندني ولأجل حياته يفنيها، فأراد بأن أبقى دوما قمرا للدنيا وما فيها. اليوم سنخرج من حلم لقصور نجاح نبنيها، وشعارنا دوما سيكون آلام الناس نداويها. فالشكر لمن قد ساعدنا لنحقق قصصا نرويها، والشكر لأعلام الأزهر ومشايخ فقهه وذويها. فالأزهر جوهرة لمعت والله بحفظه يحميها، علمنا الطب وأرشدنا لآلام الناس نداويها. سنقسم بالله بأن أوجاع الناس سنمحيها، وسنحفظ عورات المرضى وبستر المولى نخفيها، والخوف من الله سيبقى روح بالتقوى نحييها. والحقد وأقضان الدنيا تحت الأقدام سنلقيها، وسنسقي العلم لأجيال كي يحيي العلم أمانيها، كي يحيي العلم أمانيها، كي يحيي العلم أمانيها.